المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، نحييكم الأصدقاء الأعزاء في مشارق الأرض ومغاربها. نرحب بكم في هذه الليلة الجميلة وهذه الليلة الرائعة، والتي نحن هذه الليلة عبارة عن مؤتمر صحفي. هذا المؤتمر الصحفي حول المؤتمر الدولي الافتراضي الكتابة والسجن، الكتابة السجنية الفلسطينية نموذجا، والذي سوف يعقد إن شاء الله يعني قريبا جدا. نحن إن شاء الله من خلال هذه سيعقد من 18 إلى 20 من شهر، من هذا الشهر، من شهر يناير. نحن مع مجموعة من الأصدقاء ومجموعة من الشركاء، الملتقى الثقافي والاتحاد أيضا العالمي للعلماء. طبعا أود في البداية أن أشكر أستاذ العزيز الدكتور حسين مناصرة على ما بذله من جهد كبير في هذا اللقاء وفي هذا المؤتمر، حيث أسس مجموعة على الواتساب واستطاع أن يجمع لنا أكثر من 50 مشاركا. كذلك أشكر الصديق العزيز الدكتور شفيع بالزين رئيس المنتدى الثقافي العربي، والأستاذ إبراهيم كلوب أمين عام الاتحاد العالمي للأكاديميين والعلماء العرب على ما يبذلونه أيضا وما بذلوه من جهود عظيمة جدا من أجل إنجاز هذا الحدث، الذي أعتقد أنه سيكون حدثا هاما جدا في بداية 2023. نحن شهدنا في العام أو نهاية العام الماضي مجموعة من الإرهاصات، الكثير من القسوة، وخاصة على أحبتنا وأهلنا في فلسطين، في رام الله، في كل بقاع الضفة الغربية، وفي كل بقاع فلسطين. كانت قسوة يعني أكثر من يعني قسوة غير ليعجز اللسان أن يعبر عنها. إذن دعوني أبدأ مع أستاذ العزيز دكتور حسين مناصرة. إحنا كنا قبل شهرين بالضبط، كان ملتقى القصة القصيرة في رام الله، وكنا في ندوة حول الأدب وأدب الأسير، وكنت أنت محاضرا. ومن خلال هذه الندوة انطلقت فكرة هذا المنتدى. الشكر طبعا لك وللدكتور دكتور شفيع، برافو، صفقه وتصفيق حار جدا للدكتور شفيع الحسين. الذي مساء الخير للجميع. أهلين، مساء الخير والفل والورد. مرحبا أستاذ حميد، مساء الخير. مساء الخير دكتور حسين، ومساء الخير لجميع الأساتذة. الأستاذ إبراهيم مرحبا، ومساء الخير الأستاذة الدكتورة سناء، وناجي الأستاذ ناجي، أصالة، أسماء، نور الهدى، خلفاوي، ليندا، جميع الأسماء التي لا أراها. وشكرا على هذه الندوة المهمة التي تنظمونها، وأعتذر عن تأخير لأسباب خارج عن نطاقي والله. ما في مشكلة دكتور، احنا سنبدأ مع الدكتور حسين مناصرة، ثم لك، ثم أذهب إلى الدكتور إبراهيم. شكرا يا دكتور حسين. هذه الفكرة اللي انطلقت عبارة من ندوة كانت على منصة المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، وإحنا كنا الحمد لله يعني كان المنتدى يعني فاعلا من يعني بإنجاح مؤتمر أو من إنجاح ملتقى القصة القصيرة في رام الله. المنتدى رشح مجموعة من الأصدقاء، أكثر من 7، ووصلوا تقريبا 6 أو 7، وصلوا من 8 أو 9 أصدقاء. أنا كنت من ضمن الأصدقاء الذين لم يصلوا بسبب تصريح السلطات الإسرائيلية. أستاذ العزيز، بدنا تعطينا هيك موجز يعني للذين لا يعرفون، وبحيث ان بهذا الفيديو ينطلق او يكون هنالك ايضا. احنا اليوم نشرنا بيان اللجنة التحضيرية، وشكرا جزيلا على المعلومات الكثيفة التي اوردتها في هذا البيان. فيعني ممكن ان تعطينا في خلال 7-8 دقائق تعطينا فكرة عامة عن هذه الجهود. انت اشتغلت تقريبا اكثر من شهر ونص في هذا العمل، يعني كان عملا جادا وكبيرا جدا، 50 مشارك تقريبا، مئات الاسئله كل يوم تصلك عبر الواتساب، واعتقد عبر الخاص ربما يكون اضعافها. فالله يقويك على كمان، وما تزال الاسئله موجوده الى الان. فبدنا هيك فقط بانوراما
أيوة. حول هذه الرحلة الطويلة اللي نصل الآن، نحن الآن نصل إلى اليوم 13، ولا إن شاء الله المؤتمر سينطلق يوم 18، يعني عندنا 5 أيام. فبدنا هيك بانوراما مختصرة، تحب أن توجزها في نقاط، تحب أن توجزها كما تحب، نحن نستمع إليك. 7 8 دقائق، تفضل. شكرا جزيلا اخي وصديقي استاذ حميد على هذه التقدمه وعلى الجهود ايضا التي بذلت في المنتدى الثقافي العربي الاوروبي للسينما والمسرح، حيث كانت الانطلاقه للحديث عن ادب الاسرى وكتابه الاسرى من كما ذكرت من محاضرة أو من أمسية ندوة كانت في الملتقى قبل حوالي 3 شهرين أو أقل أو أكثر، وكان حضرها أيضا الدكتور شفيع بالزين، وفي هذا الإطار كان الحوار الثلاثي بعد ذلك بيني وبينك وبين دكتور شفيع وبين دكتور إبراهيم كلوب في سياق عمل مؤتمر الحقيقة عن الكتابات الأسرى. وأنا في الحقيقة يعني أشكر جزيلا دكتور شفيع بالزين على أنه هو الذي قام بصياغة، يعني أنا قمت بصياغة أولية وهو قام بالصياغة الأساسية لإعلان المؤتمر وإعطاء الديباجية الخاصة لهذا المؤتمر في سياقات تتعامل مع الموضوع من منظورين. منظور الأول وهو المنظور الإبداعي والجمالي الذي أو الرؤيوي الذي تمتاز فيه هذه الكتابة، والمنظور الآخر وهو المعاناة والاستلاب واستلاب الحريات والقهر والاضطهاد الذي يعانيه الأسرى عموما في آخر استيطان استعماري موجود في الكون وهو الاستيطان الاستعماري الصهيوني. طبعا احنا كنا متوقعين فعلا انه المشاركة العربية راح تكون كبيرة. ليش؟ لانه هناك يعني كما ذكرت في البداية انه الموضوع الفلسطيني هذا موضوع لا يخص الفلسطينيين وانما يخص العرب جميعا ويخص هذه الشعوب التي دائما ربما يكون حبها لفلسطين أكثر ممن يقيمون في فلسطين نفسها من فلسطينيين. لذلك كان الإقبال الحقيقة يعني إقبالا مميزا، وبخاصة يعني أنا أشكر الحقيقة كثير من زملائنا المشاركين من الجزائر، لأنه يعني لو فتحنا المجال لمشاركات أكثر بعد الوقت المحدد لربما تضاعف العدد إلى أكثر من 80 مشاركا. إحنا الحمد لله وصلتنا المشاركات في حدود 43 مشاركة، يشارك فيها حوالي ما يقارب يعني 50 باحثا وباحثة. وكانت هذه المشاركات، وأنا سأترك المجال للمحاور إن شاء الله للدكتور شفيع حتى يتحدث عن مجال المحاور، كانت المشاركات يعني ضمن المحاور، وأيضا صنفها تصنيفات تخص طبيعة الكتابة الإجناسية التي كتبت في سياق هذا المؤتمر. المشاركات طبعا مهمة جدا، وأنا بعتقد أن هذه المؤتمرات مهمة جدا لطلبة الدراسات العليا وخاصة في مرحلة الدكتوراه، لأنها هي المخبر الحقيقي لإنتاج النقاد والمبدعين في مجال النقد عموما من خلال هذه الحوارات وهذه النقاشات التي يمكن أن تحدث في المؤتمر. طبعا الكل الحقيقة يعني شارك في هذا الإنتاج، كلكم يعني ربما أنا أقلكم مشاركة لأني أحيانا ربما أكون متفرغا أكثر
بسبب، ولكن أمام أشغالكم وأمام ما تواجهون من مهمات كثيرة، كانت يعني الظروف متاحة، والحمد لله رب العالمين وصلنا إلى هذه المرحلة من الإنجاز. وأترك لكم المداخلة، وخاصة فيما يخص المحاور التي سيتحدث عنها الدكتور شفيع، وشكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا دكتور، انت اوجزت يعني انجاز كثير، وانت اغمضت حقك يعني كثير رغم ان الجهد الكبير الذي بذلته، وهذا هو دائما يعني تواضع العظماء وتواضع الرائعين جدا. ساذهب الى استاذي وصديقي الاستاذ الدكتور شفيع بن زين. استاذ العزيز، احنا بدنا نوضح بعض المفاصل، ترك لك دكتور حسين الكثير من المفاصل والكثير من العناصر اللي تحدث عنها، خاصة نحن في مؤتمر صحفي، هناك الكثير من الأسئلة. يعني أنا تابعت كثيرا يعني ما على مجموعة الواتساب، ما تزال الأسئلة تتكرر أحيانا في يعني حول هذه المؤتمر. نحن حددنا طبعا التفاصيل موجودة، نشرنا الروابط، نشرنا المواضيع، أصبح لدينا الآن يعني صورة كاملة جدا عن المشاركين، المحاور موجودة. ماذا تحب أن تقوله في هذا المؤتمر الصحفي، بحيث نحن يعني نحاول أن نكون بعد ذلك الكل يستعد لإلقاء ورقته، لإتمام ورقته، نغلق باب الأسئلة التي تتكرر أحياناً، يعني وأحياناً أسئلة تكون مكررة للأسف، بعض الأصدقاء لا يرون الببليكاسيون أو ما هو منشور قبل ذلك. تفضل أستاذي. شكراً لك مرة أخرى أستاذنا حميد. أولا أريد أن أؤكد مرة أخرى على ما قاله دكتور مناصرة، أنه فكرة المؤتمر هذه انبثقت انطلاقا من اللقاء الذي نظمتموه أستاذ حميد في إطار المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمسرح، حول كتابة الأسرى وكتابات الأسرى أظن. وكنا قد عزمنا وقررنا في البداية أن يكون المؤتمر توسيعاً وتوسعاً وتعمقاً في هذا الموضوع بالذات، هو كتابة الأسرى. ولكن بعد النقاش مع الأستاذ الدكتور حسين مناصرة ومعك ومع بعض الإخوة، يعني اقترحت أن يكون الموضوع أوسع، وأن نطرح مسألة يعني أشمل، هي الكتابة السجنية أو الكتابة والسجن، في علاقة بين الإبداع إن شئنا وتجربة السجن، وخصصنا التجربة الفلسطينية لأسباب عديدة. أولاً الكتابة والسجن ومفهوم السجن أو موضوع السجن في الكتابة يتسع أو هو أوسع من مسألة الأسر. الأسر هي تجربة مهمة نعم، ولكن قلنا لماذا لا نضيف الكتابات المتعلقة بتجربة السجون، ويدخل فيها الأسر، هو في النهاية شكل من أشكال السجن. وخصصنا التجربة الفلسطينية بالذات لأسباب وضحناها في الورقة العلمية، ونحن نعتبر أن الاهتمام بالكتابة الفلسطينية بصفة عامة واجب وطني وواجب عربي وواجب كل مثقف وواجب كل باحث وناقد، لأن لسببين. إذا السبب الأول هو أن الفلسطينيين يعني من أشكال المقاومة، من أشكال مهمة في المقاومة هي الكتابة والإبداع، ومن واجب كل مهتم بالشأن الإبداعي والثقافي أن يعرف بهذه الكتابات وأن يدعم يعني إخواننا في فلسطين. السبب الثاني هو الخصوصية، كما قلت هذه تجربة لها خصوصية، تجربة عميقة،
وتجربة متنوعة ويعني تنبع من معاناة حقيقية ومن مأساة حقيقية، يعني فاقت كل يعني التجارب التي عرفتها الإنسانية في عبر تاريخها، وما زالت ربما هي هو الشعب الوحيد الذي ما زال يعاني من الاستعمار ومن الاستيطان ومن هذه السجون القهرية والظالمة. ويجب على الأقل أن نكتشف وأن نعرف يعني أعماق إنشئنا هذه المعاناة عبر الكتابة، عبر الإبداع، لأن الإبداع هو الصوت، هو الصوت هو النص الأكثر قدرة على أن يعبر بشكل عميق وبشكل إنساني وبشكل يعني مؤثر عن هذه التجربة. في ما يتعلق بالمحاور، هناك ملاحظة أولى هي أننا في الواقع في الورقة العلمية ضبطنا مجموعة يعني من المحاور تشمل مختلف جوانب هذه التجربة السجنية في الكتابة، إلا أن حسب الملخصات التي وصلتنا وجدنا أنها تتركز على محاور معينة، ففضلنا أن نقتصر أو نركز في هذا المؤتمر على المحاور التي سيشتغل بها المشاركون عبر هذه الملخصات. وبالتالي كانت المحاور كما يلي، وعندنا المحور الأول هو الكتابة السجنية الفلسطينية، مقوماتها الفنية وقضاياها، وهذه المسألة ستطرح في الجلسة الأولى يوم الأربعاء، وسيكون الأستاذ حميد عقبي هو رئيس الجلسة، وستتناول مجموعة من المداخلات من الجزائر، من مصر، من المغرب، وتدور حول بعض المقومات والسمات الفنية والمعنوية في هذا النوع من الكتابة. الجلسة الثانية، وخيرنا أن نبدأ بهذا المحور لأنه محور يميل أكثر إلى التعميم وإلى البعد التأسيسي والتأصيلي والنظري، حتى يكون نوع من الإطار النظري والإطار العام الذي ستندرج ضمنه أو ستنطلق منه المحاور الأخرى. المحور الثاني هو أظن المحور الأساسي، هو الكتابة الروائية السجنية، قراءات في نماذج روائية فلسطينية. إذن في الواقع هذا المحور يعني يمتد على مجموعة كبيرة من المحاور، وأيضا يشمل أكثر من جلسة. إن الورقة هنا ليست أمامي كلها، ربما سيوضحها لنا الأستاذ عقبي فيما بعد. والمحور الثالث إن شئنا هو الكتابة الشعرية السجنية، قراءات في نماذج الشعرية الفلسطينية، هو المحور الأخير. وبالتالي نلاحظ أن المداخلات ستتوزع على ثلاثة محاور أساسية: محور نظري، محور مصطلحي، محور تأسيسي تأصيلي لجنس الكتابة السجنية إن شئنا، البحث في مقوماتها والبحث في عناصرها الدلالية، ثم محور تطبيقي يخص الجنس الأول في الكتابة السجنية وهو الرواية. ويعني في الواقع هناك أظن، حسب أن الورق الكل مش عندي الآن، لكن أظن أن هناك أيضا محور أو جلسة أخرى خاصة بالكتابة السردية. نعم، بالكتابة السردية، وتشمل يعني الكتابة القصصية والسيرية وغيرها. ثم هناك اهتمام أخير بالكتابة الشعرية السجنية، والتركيز على نماذج بارزة من الشعراء الفلسطينيين الكبار
الذين نظموا شعرا في السجن او في يعني عن السجن او انطلاقا من تجربه السجن، مثل يعني محمود درويش ويعني سميح القاسم وغيرها من الشعراء المعروفين. اذا هذا في ما يخص الملخصات او المحاور. فقط اريد ان اضيف ملاحظه حول المداخلات اثناء المؤتمر، وملاحظة حول الكتاب الذي ننوي أو سيتكفل وسيتحمل الأستاذ والدكتور مناصرة مسؤولية نشره، هو مسألة أن المداخلات يجب أن لكثرتها ولتعدد هذه الجلسات حتى لا يطول المؤتمر أكثر مما خططنا له وبرمجنا له. أن أدعو جميع المشاركين إلى الالتزام بالوقت الذي سيضبط أو ضبط فعلا للمداخلات. كم الوقت أستاذ حسين؟ 10 دقائق أو 15 دقيقة؟ الصوت هذا بعدين على استطارة المدير. من 10 دقائق إلى 12 دقيقة تقريبا، يعني نعم. في الحد الأعلى يعني إلى 15 دقيقة. نعم. إن شاء الله إحنا نتمنى أن النت يكون ربي يقوي النت في الجزائر وتونس والمغرب العربي واليمن وفلسطين. نعم. بين 10 دقائق و 15 دقيقة، وأرجو من المتداخلين أن لا يتجاوزوا في أقصى الحالات 15 دقيقة، حتى نحافظ على تنظيم النظام وتنظيم المؤتمر، وحتى يعني لا يختل الوقت ولا نقع في اضطراب في توزيع المداخلات. وبالتالي إذا أنا أدعو زملائي وأساتذة الذين سيشاركون ونرحب بهم ونتشرف بهذه المشاركة بأن يلخصوا أعمالهم جيدا حتى لا يضطر المتدخل إلى أن يقرأ مداخلته بسرعة، لأنه أعد أوراقا وصفحات كثيرة لا يتسع لها الوقت. إذن فرجاء من زملائي الأعزاء أن يعني يعدوا ملخصا لعملهم، ونحن فيما بعد سنستقبل أعمالهم كاملة للنظر فيها قصد إعدادها للنشر. الملاحظة الأخيرة اللي هي تتعلق بالكتاب أو عملية النشر، يعني قد وضحنا هذا ونريد أن نؤكد عليه مرة أخرى لأن المسألة مهمة جدا. نحن في البداية مع الأستاذ بالاتفاق مع صديقي الدكتور مناصرة تقريبا قبلنا، يعني تم قبول جميع الملخصات ولم نرفض أي ملخص، رغم ما لدينا من ملاحظات وتحفظات على بعض أو العديد من هذه الملخصات. ولكن اشترطنا شرطا ونريد أن نؤكد عليه، أن قبول الملخص والمشاركة بمداخلة في المؤتمر لا يعني بالضرورة وآليا أنه سيقبل عمله وسينشر بالضرورة. إذن نريد أن نفصل بين عملية المشاركة في المؤتمر بمداخلة وبين عملية المشاركة في الكتاب بمقال. المقال له شروطه المختلفة عن شروط إذن المداخلة كما تعلمون. إذن فهناك شروط أظنها منشورة أستاذ مناصرة مع الورقة العلمية في البداية. نعم منشورة. منشورة نعم. نعم إذا الشروط قد نشرناها مسبقا، المطلوبة في المقال إذا حتى يكون مستجيبا لشروط النشر، نرجو من الزملاء بعد الانتهاء مباشرة من المؤتمر أن سيذكرهم أستاذ مناصرة بالأجل أن يراجعوا وأن يعدوا عملهم في شكل مقال علمي إذا قابل للنشر يستجيب للشروط المضبوطة.
وهناك لجنة فعلا ستتكون قريبا، إذا هناك بعض الأعضاء الذين هم الآن موجودون وقد ذكرهم الدكتور حسين، ولكن سنضيف إليهم أعضاء آخرين أظن من تونس ولا أدري من ربما من بلدان أخرى، حتى يتعاونوا على قراءة الأعمال وتحكيمها تحكيما علميا وفق الشروط المطلوبة وقبول يعني المقالات التي تستجيب للشروط، وربما تعديل، أو الأكيد أن سيكون هناك طلب تعديل ومراجعة وتنقيح لبعض الأعمال الأخرى حتى تستجيب في النهاية لما هو مطلوب. إذن فالرجاء من زملائنا أن يتعاونوا معنا في هذه المسألة، وخاصة أن يسهلوا عمل لجنة القراءة. لجنة القراءة أو التحكيم، إذن كيف نسهل عملها؟ عندما نرسل إليها أولا المقال مستوفي الشروط المطلوبة، وثانيا أن يرسل المقال في أجاله أو حتى قبل الأجال، حتى يكون هناك وقت وكاف للجنة لتقرأ هذه الأعمال وتقيمها وتقدم ملاحظاتها إلى غير ذلك. إذن هذا أولا، وثانيا أن نتعاون عندما يعني يطلب من الأساتذة الكرام التعديلات معينة، يعني يرجى منهم أن يقوموا بهذه التعديلات وأن يعيدوا إرسال المقال يعني كما طلب، وثالثا أن يتقبل زملائنا الأساتذة أن هناك مقالات ربما لن تنشر أو لن تقبل في النشر، إذن لأنها لا تتوفر فيها المقومات أو الشروط المطلوبة، ولذلك ربما سنجد الكتاب لا يحتوي على جميع الأعمال المشاركة في المؤتمر. لا أدري أستاذ حسين ماذا تريد أن تضيفه؟ يعني أنا شخصيا أتفق معك في ما يخص الأمور المنهجية والعلمية، لأنه هذه أمور تكاد تكون يعني معروفة على مستوى يعني نشر الكتب، وإحنا دائما يعني بنأكد على مسألة أساسية، وإنه في مسألة النشر العلمي إنه اليوم أصبح المعلومة متداولة، يعني سهلة الوصول إليها من خلال المواقع المختلفة، وأحيانا ممكن الأبحاث تكون على طريقة قص ولصق، وأحيانا ممكن نسمح لي بعض الأبحاث تكون يعني مسروقة بطريقة أو بأخرى. هذه أشياء أصبحت يعني تكاد تكون لدينا معروفة. يعني أنا أذكر أنه يعني في أحد المؤتمرات طلب مني تحكيم 7 أبحاث وجدت فيها 5 أبحاث مسروقة، ولأساتذة الحقيقة نعم. وهذه مسائل مهمة جدا، يعني وحتى طلابنا لما كنا نطلب منهم كتابة أبحاث يأتون تكاد تكون يعني مسروقة. المنهجية مهمة جدا، طريقة توصيل المعلومة مهمة جدا، الكم الكتابي غير مهم بقدر ما هو مهم ما الفكرة التي نريد أن نصل إليها، بحيث أنها تكون هذه الفكرة نوعية في دراساتنا الحديثة، لأنه اليوم التركيز على النوعية والتكثيف عمل مهم جدا. وأنا أتمنى طبعاً اتحاد الكتاب الفلسطينيين والأدباء الفلسطينيين عندما شافونا أخرجنا الملخصات انبهروا الحقيقة بالإعداد للمؤتمر وبالأفكار التي قدمت في هذه الملخصات، وعرضوا علينا أنهم يتبنوا نشر كتاب. طبعاً خلال فترة قصيرة ما راح يحصل معنا هذا، لأنه صعب جداً. طلبوا أبحاث تنشر في مجلة الأسرى في وقت قريب، يعني لا يوم لحد، طبعاً ما أظن أنه صح في ذلك. قالوا أنه عندهم مؤتمر عن الأسرى
طبعا الحقيقة أنا شخصيا لم أسمع عنه ولم يعلنوا عنه، سيكون في شهر 2، ما بعرف ما هو السبب الذي يعني جعلهم يتكتمون على الموضوع، ربما بسبب الظروف داخل فلسطين وبسبب القمع الذي يواجه أحيانا اتحاد الأدباء والكتاب الفلسطينيين في الداخل، ويبدو أنه إحنا عندنا حرية أكثر، وإن شاء الله ما نتعرض كجهات منظمة إلى 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 محاولات للتخريب، وحتى يعني دير بالك من الاغتيال يا أستاذ عبيد الأيام الجاية. لا لا راح أنا والله بدي أعمل السكرتية على بحيث إنه دائما إحنا نتعرض لبعض الاختراقات، يعني لسه أول مرة، إحنا أكثر من 10 مرات يعني أحيانا يعني فقط على عندما يكون لدينا ندوة مهمة أو أنسية مهمة يأتي أحد الهاكرز فيضع فيديو مسيء أخلاقيا، يعني سكس أو يعني كلام بارق، فإن شاء الله نحاول أن نكون حريصين. لذلك يعني أنا بأكد إنه هناك جهات عديدة داخل الكيان عرفت عن المؤتمر وجندت جنودها وجندت الهكر الإلكتروني وجندت الذباب الأزرق وجندت مجموعة لمواجهة هذا، لأنهم عادة ما يمارسون مثل هذه الممارسات، ويعني لدينا خبرة كبيرة في مواجهة هذه الممارسات، لكن عندهم قدرة عجيبة على 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 اللعب والتلاعب والمواجهة فيما يسمى يعني العالم الافتراضي اللي هو الذي يقوده الموساد عموما. على أي حال أنا بعتقد إنه إحنا نقوم بمؤتمر جريء، مؤتمر عالمي، مؤتمر يعني يحترم من كل الجهات الدولية، لأنه هو له سقف إنساني، وهذا السقف الإنساني لا يمكن إنه الجهات العديدة إنها تتناسى أو تتنازل عنه، وراح يكون إن شاء الله هذا المؤتمر علامة فارقة يعني للجهات التي نظمته في خدمة ثقافتنا وفي خدمة أهدافنا وهويتنا العالمية عموما. شكرا جزيلا أستاذ العزيز. دكتور شفيع أنا سأعود لك، ولكن بدي بس يعني بعض الملاحظات، ربما الأصدقاء الأعزاء طالما نحن في مؤتمر صحفي، الأصدقاء الأعزاء الذين مشتركين هم في هذا المؤتمر، أولا أن يكون هنالك نت جيد، لأنه نحن سنفتح دائما يعني قبل كل جلسة في 10 دقائق إلى 15 دقيقة، لا نستطيع أن نفتح قبلها بساعة أو بساعتين أو نص ساعة، يعني 15 دقيقة 10 دقائق قبل المؤتمر أو قبل الموعد، نحن سننتظر 3-5 دقائق على الأكثر يعني، ثم نذهب بعد ذلك كما نعمل في كل ندواتنا بث مباشر. فأتمنى أن الأصدقاء الأعزاء يكون يعني كل صديق مشارك من الذين مشاركين والذين تعب ولديه ورقة عمل أن يذهب إلى مكان لديه أنترنت جيد، أن يتواصل، ربما يكون أفضل على لابتوب أفضل من أن يكون يتواصل على تليفون بورتابل أو التليفون المحمول، لأن التليفون المحمول لديه مشاكل كثيرة جدا. الشيء الثاني أن يكون طبعا إنسان مستعد يعني نوعيا، وإحنا طبعا يعني جلستنا هي جلسة حميمية بين أصدقاء، لا يوجد لدينا يعني فوقية ولا نحن يعني نمارس نوعا من العنف الذي ربما موجود في بعض المنتديات، نحن كأصدقاء ونتحدث كأصدقاء. وكذلك يعني هنالك ملاحظات قالها الدكتور شفيع، الدكتور حسين، بالنسبة بعد أن يتم الشخص مداخلته يستطيع أن يعيد يعني أن يعيد بعض الصياغات، أن يستفيد من الأسئلة من المداخلات التي تقال، لأن نحن دائما في كل ندوة سنتيح يعني وقتا مهما جدا أو الوقت الأخير، بحيث أن تكون هنالك نقاشات مداخلات، وهذه المداخلات طبعا ستكون مفيدة جدا بالنسبة للباحث. ركز الدكتور حسين وهذه نقطة مهمة جدا، يعني ما نسميه الأصالة والابتكار، الأصالة والابتكار والإبداع الحقيقي هو ليس أن ننقل، أنا وصلتنا بعض الرسائل وربما وصلت الدكتور حسين أيضا،
يعني أصدقاء قالوا أنا كتبت قبل سنتين، أنا كتبت قبل 3 سنوات، ماذا ستكتبه الآن في خلال هذا المؤتمر؟ وليس ما كتبته قبل سنتين، وليس ما كتبه فلان قبل سنة، ما كتبه فلان قبل شهر، ما كتبه فلان قبل أسبوع، ولكن ما أنت ستكتبه. طبعاً نحن بنحاول أن نكون حريصين بالنسبة للهاكرز، وربما نتعرض لبعض الإرهاصات غصباً عنا، فدائماً يعني العمل الجيد هو الذي يتعرض إلى أشياء جيدة. طبعاً الآن ربما دكتور إبراهيم كان موجود معنا، ومن دكتور إبراهيم يريد أن نعم دكتور، نعم دكتور. دكتور إبراهيم أنا بعطيك يعني بعض الدقائق لتتحدث إذا كان لديك ملاحظات، وبعد ذلك نذهب إلى الأسئلة مداخلات، يعني إذا كانت هناك أسئلة خاصة للمنظمين وأسئلة توجه إلى الدكتور شفيع، توجه لي أو توجه للدكتور حسين. تفضل. ابتداء أنا أشكر المنظمين لهذا المؤتمر، الدكتور حسين مناصرة، الدكتور شفيع، والدكتور حميد العقبي، وأشكر جميع الزملاء المشاركين في هذا المؤتمر. وهذا مؤتمر حقيقة قد يكون ريادي، وقد يكون من أوائل المؤتمرات التي تتحدث عن السينما وعن موضوع الأسرى الفلسطينيين بشكل سينمائي، وهذا الموضوع الذي نفتقده في عالمنا، على الرغم من أنه تلقي السينما وتلقي الجانب السينمائي كبير بين الجمهور العربي، إلا أنه السينما الفلسطينية تحتاج إلى دعم، تحتاج إلى رافعة. وأنا أقول أنه السينما هي ديوان هذا العصر، لا الشعر ولا الرواية، هذه التي تختصر تقريبا مئات الصفحات في خلال الساعتين. فكانت مبادرة رائعة. صوت المشكلة بالصوت عندك دكتور، وانضمام الأستاذ حميد العقبي. فبالنتيجة التحدث عن موضوع السينما هو إثراء في الجانب الثقافي الفلسطيني. يعني هناك حتى العديد من الأفلام السينمائية الفلسطينية التي لا تنتشر حتى في الوطن العربي. يعني أنا متابع للشأن الفلسطيني ومتابع للقضية الفلسطينية وابن هذه القضية، ولكن السينما الفلسطينية ليست شعبية، لم تصل إلى مرحلة الشعبية، لم تصل إلى أن تتداول هذه الأشرطة وتنتشر وتعلم، هي عبارة عن سينما مهرجانات. نحن لا نريد لهذه السينما أن تبقى سينما مهرجانات، نريد فيلم واحد يجسد هذه القضية الفلسطينية التي تستحق، كفيلم الرسالة أو فيلم صلاح الدين الأيوبي أو عديد من الأفلام. في الجانب الآخر، الجانب الصهيوني، الهولوكوست هو أحد أهم الثيمات وأحد أهم المواضيع في السينما الأمريكية والسينما الهوليودية والسينما العالمية. السينما الفلسطينية ابتدأت في العشرينات القرن الماضي مع السينما المصرية ومع السينما التونسية، ونرجو يعني قد يكون طموحنا كبير، وقد يكون هذا المؤتمر هو بداية خير وبداية فاتحة خير لتنطلق هذه السينما من المهرجانات أو السينما دوائر منظمة التحرير، إلى أن تكون شعبية متداولة بين الناس وبين المتخصصين وتنتقل بشكل أكبر إلى الجمهور العربي. فهي فرصة إلى انتقالها للجمهور العربي. وكل الشكر للمنظمين، وأكرر شكري، وأرجو أن يكون هذا، هل سيكون سنويا؟ يعني هذا سؤال للمنظمين. أستاذ العزيز، نتمنى إن شاء الله في السنة القادمة إذا أردنا أن نقدم هذا المؤتمر أن نقدمه بعدة لغات، يعني يأتي باحث من فرنسا، باحث من بريطانيا، باحث من إيطاليا، أن يكون بعدة لغات، أن يكون بعدة كذا، وهذا إن شاء الله على حسب نجاح هذا المؤتمر، لأن نحن لدينا الكثير من التطلعات والكثير من يعني الأشياء التي يعني هناك جهد كبير تم البذل أو بذلها. فإن شاء الله نتمنى يعني ربما عندما نختتم هذا المؤتمر هنالك جلسة ختامية، وهذه الجلسة الختامية سنناقش ما قدرنا أن نحققه وما الأشياء التي أخفقنا فيها، ثم نصل فيها إلى التوصيات.
يعني احنا ربما طبعا نحن بشر نخطئ ونصيب، يعني ربما لدينا امنيات تحقق منها بس 30% او 40% او 50% الله اعلم، فاذا حققنا يعني حتى 60 او 70% سنكون حققنا شيئا رائعا وجيدا. استاذنا الحبيب استاذ، يعني انا اؤمن بالتطور، وبالتالي يعني هذه الخطوه هي خطوه رائده، وانا اؤمن اذا كان في هناك متابعه لها من قبل المنظمين ستتطور وستتطور. هو يا استاذ العزيز كما قلت لك الجلسه الختاميه سوف تقرر لمناقشه ما حدث، الاخفاقات التي اخفقنا فيها والاشياء الانجازات التي استطعنا ان ننجح فيها، ثم تكون هنالك توصيات، بعد ذلك ممكن ان تشكل ندوه او تشكل لجنه يعني خاصه بحيث تتابع التطورات، تطورات نشر الأدبيات، أدبيات هذا المؤتمر. أعتقد الدكتور شفيع والدكتور حسين يتفق معي، وكذلك يعني لماذا لا يكون هذا المؤتمر سنويا. أنا أرحب هنا أيضا بالأستاذة العزيزة الدكتورة دوريس فوري، كانت هنا قبل قليل وبعد ذلك تدخل وتختفي. أستاذة دوريس هي أيضا من شركائنا الأعزاء. طيب إذن أعزائي الأصدقاء، الآن الأسئلة، هل هنالك أسئلة معينة توجه سواء للدكتور شفيع سواء للدكتور حسين سواء لي؟ يعني أرجو فقط تعطينا هيك إشارة، أي شخص يحب حتى ننظم الجلسة بحيث لأنه مؤتمر صحفي، إشارة واحدة فقط. أنا لا أستخدم النمط الدكتاتوري وضرورة رفع اليد وكذا. أعتقد أستاذ بن عبو أحمد يريد أن يتحدث. نو من يحب ان يتحدث؟ يعني كيف ستعرف هذه التقنيه مهمه جدا، ان رفع اليد الصفراء، رفع اليد رجاء فقط حتى نعرف نحن كيف الان الاسئله. نعم في الاسئله رفع اليد، ربما الجسبا يعني كان هناك بعض الاصدقاء يودون الدكتوره خطوي او الاستاذ محمد صلاحي. دكتور شلونك؟ اسعد الله مساءكم. أهلين وسهلين. هاي صادق قريبي، هذا صديقي، هذا حبيبي، هذا من باريس، والله ما عرفتك. أسعد الله مساءكم، وأنا سعيد جدا أن أكون معكم لأول مرة. دكتور طبعا دكتور محمد صلاحي من باريس، وهو يمني، وهو يشتغل أيضا في إحدى المعاهد المهمة جدا في اللغة والحضارة. تفضل دكتور محمد. أنا إذا كان لديك سؤال أو ربما لديك استفسار أو لديك ملاحظة مداخلة سريعة تفضل. بالنسبة لي يعني أنا لأول مرة طبعا أشترك معكم، ومش عارف الموضوع من أين أبدأ ومن أين أنتهي، ولذلك دعوني فقط أستمع حتى أخرج بخلاصة إن شاء الله لكل في مشاركات قادمة. جميل جدا أستاذ العزيز. نحن نعم. اليوم أستاذ العزيز عبارة عن مؤتمر صحفي حول المؤتمر الذي سيقام، سيبدأ فعالياته من 18 إلى 20 حول الكتابة والسجن، الكتابة السجنية في فلسطين نموذجا. فهذا المؤتمر هو عبارة عن مؤتمر توضيحي حول ما يجب أن يكون أو ما يجب أن طبعا أن إذا كانت هناك أسئلة. أنا بدي بس بهذا المؤتمر أيضا أخذ بعض أنتهز الفرصة، غدا أدعوكم إلى ندوة مع الدكتور محمد مركطن، وسيكون حول الصيد، وسيكون حول حضارة اليمن أو الصيد، صيد الوعل في الحضارة اليمنية، بيكون الساعة 7 بتوقيت باريس. وطبعاً الدكتور محمد مقطن هو فلسطيني وباحث وأستاذ وبروفيسور في عدد من الجامعات في ألمانيا وفي النمسا، وسيصحبنا في رحلة جميلة جداً حول تاريخ اليمن، تاريخ مأرب وسبأ وبلقيس، وبالذات قوس الصيد يعني وما يصحبه من الأشياء هذه. طبعاً بيكون إن شاء الله غدا في الساعة 7. أنا هيك حتى الدكتور محمد خلاني أتذكر الدكتور محمد مرقطن، أدعوكم إلى هذه الندوة. إذا كان هناك بعض الأصدقاء لديهم سؤال، أو بعد ذلك سأعود إلى الدكتور حسين المناصرة ليعطي ملاحظاته الأخيرة، ثم الدكتور شفيع، بحيث ننتهي لأننا نحن في مؤتمر صحفي، بحيث نستطيع أن نحاول أو ننتهي من هذا المؤتمر. إذا كان هناك سؤال دكتور حسين، هل ملاحظات أخرى تريد في ذهنك؟
قبل يعني احنا بالنسبة لهذا المؤتمر يعني كما حكى قبل قليل الدكتور إبراهيم أبو حماد يعني إن شاء الله راح يكون فاتحة خير لهذه المشاركات ما بين الجهات المنظمة الثلاث وممكن تنضم لها جهات أخرى. وإحنا كلنا طبعا على استعداد تام للمشاركة بفعالية سواء كانت لفلسطين أو لأي فعالية عربية أو أي مؤتمر يخص الثقافة العربية والآثار العربية والتاريخ العربي، لأنه هذا موضوع يكاد يكون يعني من الموضوعات التي تعالج في ظل الرقمية اليوم والافتراضية، والحمد لله أنه أصبحت الافتراضية تسهل علينا كثيراً، لأنه إقامة المؤتمرات من خلال السفر ومن خلال الذهاب إلى البلدان الأخرى وما ينتج عن ذلك من تكلفة مالية ونفسية ومشقة وإجازات وما إلى ذلك. اليوم لا، إحنا في باستطاعتنا من خلال هذه الشاشات أن ننشئ هذه المؤتمرات وأن نقدم ما يمكن أن يكون مفيدا. وأعتقد أنه المدة القصيرة التي أنجزنا فيها هذا المؤتمر إن شاء الله يتم على خير، سيكون هو وسيلة من الوسائل الأساسية لفتح مجموعة من المؤتمرات في المستقبل. وأنا شاكر جدا يعني مرة أخرى للمنتدى العربي الأوروبي السينما المسرح، لأنه هو يعني ثقافة أصيلة مؤسسة تنطلق من أوروبا، ودائما يعني الانطلاق من بلاد التي استعمرت له ربما أفضل 100 مرة من الانطلاق من بلادنا، يعني لأنه بلادنا الحقيقة تكاد تكون يعني محشورة في سياق عدم الحريات وفي سياق الروتين وما إلى ذلك. ألف شكر لكل المشاركين، وألف شكر لكل المنظمين، وألف شكر أيضا لكل من سيستمع لنا ولمن سيقف معنا. وإحنا كما هو واضح يعني لا يوجد أي جهة تدعمنا ولا ما يحزنه، نحن بجهودنا بجهودنا وبأوقاتنا وبأموالنا الحمد لله رب العالمين، والله يسر الأمور. والله صحيح صحيح. شكرا جزيلا للدكتور حسين والدكتور شفيع، ما بذلتموه ما تبذلونه، يعني أكثر من كل واحد بذل 50 إلى 100 ساعة في إعداد هذا التحضير، استقبال الرسائل، استقبال الاتصالات. يعني بس بدي عندي ملاحظة، نحن اليوم طبعا نعيش في سجن كبير، وخاصة في البلدان العربية لم تعد فقط يعني السجن والسجون الإسرائيلية هي الأكثر القسوة، يعني في اليمن توجد سجون ربي لا يوريكم إياها. هناك فرق، هناك فرق كبير جدا. يعني أنا سأؤجل مشاركتي إلى ما بعد، يعني للمقارنة بين السجون الإسرائيلية والسجون اليمنية في الوقت الحالي. لكن يعني الأمر في غاية الصعوبة، يمكن الإخوان الفلسطينيين لن يستوعبوا ما نقوله يعني في هذا الوضع. يعني لأنه قال الشاعر: وظلم ذوي القربى أشد مضاضة على المرء من وقع السهام المهندي. يعني نحن لدينا معتقلين في معتقلات الحوثي بسبب إعجاب على الفيسبوك، إعجاب، ومن 8 سنوات أنا نموذج لهؤلاء، ابني مسجون منذ 8 سنوات أنه عمل إعجاب كذا، والآن من إلى الآن أنا كواحد يعني مشارك عمليا في عملية السجن يعني، وأنا مجرد هذا البلد بسبب الخلاف السياسي هذا اللي يحدث. وطبعا الله لو وراكم سواء السجون في صنعاء أو السجون في عدن أو السجون في حضرموت، يعني لا يوجد فرق. يعني ربما كل يعني هذا حوثي، يعني مثلا نموذج اليمن، وهذا بده مؤتمر خاص، لأنه يعني فعلا ربما مستقبلا أيضا، أو ربما مع التعاون مع الدكتور محمد، يعني لأنه فعلا هنالك يعني
أيضا ربما ما نراه في بعض الدول الأخرى، في العراق، في سوريا، صحيح، في ليبيا. يعني أصبحنا إحنا كلنا طبعا مشتركين مع بعض ومنضمين مع الفلسطينيين. نترك هذا المؤتمر في ما خطط له، يعني ما نتشعب ولا نخرج. لا لا لا، فقط أنا أقول أيوة ملاحظات يعني فقط جانبية. الشيء بالشيء يذكر، أود أن أقول فقط نحن أيضا يعني كما أقول يعني نحن أيضا نتذكر، يعني أنا باعتبار يمني وباعتبار حتى لو كنت فلسطيني سأتذكر اليمن الحزين ونحن في هذا المؤتمر. الأستاذ إبراهيم رفع يده. أستاذ إبراهيم لديك ملاحظة؟ فقط بدي أستاذ إبراهيم على أحد ملاحظاتك بالنسبة، أنا تواصلت أو وصلتنا عدد من الرسائل، هل يمكننا أن نعرض عدد من الفيديوهات، ولكن قلنا ربما بالسينما يمكننا أن نخصص لقاء آخر، ندوة أخرى، سلسلة من الندوات الأخرى، مهرجان يعني أونلاين، يعني نستطيع أن نبحث ذلك. أو إذا يعني أهم شيء أولا فقط أن ينجح هذا المؤتمر وأن نستطيع أن يعني أن نصل إلى 70 أو 60% من نجاح هذا المؤتمر، وإن شاء الله على بركة الله. أستاذ إبراهيم ملاحظة أخرى لدي؟ سيد العزيز، أنا لدي تعقيب على كلام السيد العزيز الأستاذ محمد الصلاحي. سيد العزيز أنا بس بدي أحكي نقطة صغيرة هنا. أزمة الحرية في الوطن العربي هي أزمة عميقة، ولكن أنا أريد أن أتكلم أن الرواية وتعبيرها عن الحياة في روايات يوسف إدريس. يوسف إدريس تم تحليل هذه الروايات من قبل النقاد الصهاينة، فكان لديهم قناعة أن مصر ستهزم في عام 1967، لأنه وصف يوسف إدريس للمصري كان وصفه بشخصية، شخصية منافقة، شخصية مهزوزة، شخصية منهزمة، شخصية، وهذا هو شخصية المصري في قصص يوسف إدريس. ثانيا روايات زكريا تامر السوري، قصص زكريا تامر السوري، والله وجدت طلاب صهاينة في الثانوية العامة يدرسون اللغة العربية يدرسون قصص زكريا تامر لاستخراج ثيمة الحرية من قصص زكريا تامر. وزكريا تامر وهو مشهور في هذه القصص. سيد العزيز الأدب هو الذي يعبر عن الواقع والذي يعبر عن الحياة. بعد ذلك أنا عندي قناعة تامة إنه الأدب هو الذي يعبر عن الحياة ويعبر عن الواقع. لذلك نحن نتمنى أنه جميع الدول الحرية، جميع الدول العربية تنعم بالحرية، تنعم في الديمقراطية. ونحن سنتصرف، إحنا كدول عربية في عنا دكتاتورية، ما عناش دكتاتورية، إحنا في بعد ما بعد بنحل أمورنا. ولكن الاحتلال الصهيوني هو احتلال مشكل، احتلال طيب. احتلال طيب. للأرض وتطهير عرقي لهذه الأرض، واستمرار مشروعه مستمر، ومشروعه لفتفتة هذه المنطقة جعلها عبارة عن طوائف وعبارة عن أقليات وعبارة وعبارة، وهذا ما يحصل في الوطن العربي. الدكتور إبراهيم إحنا لا نستهين بالاحتلال الإسرائيلي، ولكن نقول نحن أصبحنا شركاء في الألم. حتى تصلك الفكرة، نحن لا نستهين أو لا نخفف من وطأة الاحتلال، لأن إحنا كلنا أيضا ونحن هنا نشعر أيضا. أنا عندما نذهب إلى السوق ونجد هنا فاكهة مكتوب عليها إسرائيل، والله لو يكون سعرها حتى أرخص وجودتها أفضل 100%، لكن نذهب إلى يعني سعر آخر ونشعر، لأنك ما بدك تأخذ لبيتك كأنك تأخذ يعني مثلا هذه الليمون أو الأفوكا أو خاصة هذا الرمان عندما تجده إنه مكتوب عليه إسرائيلي. فوالله يعني فتشي شعور بالذنب وأنت تأخذ هذا الشيء وبدك توزنه. فنحن يعني ما نختلف. والله يا أستاذي، أستاذ حميد، أنا وجدت الشمات الصهيونية فيما يحدث في الوطن العربي إنهم سعيدين بذلك، الصهاينة طبعاً سعيدين بما يحدث في هذه الدول العربية، سعيدين في هذا التمزق، سعيدين في هذا القتل. إن شاء الله يا أستاذي خلال النقاشات والأوراق التي ستطرح ستتوضح كل هذه الأشياء. يعني إحنا الآن في مؤتمر صحفي فقط، نحاول أن يعني نرد على كل الأسئلة بما يخص المشاركات، بما يخص الكونكسيون، الاتصال، بما يخص التوقيتات، بما يخص المحاور. وإن شاء الله كل ما تفضلت به
يعني هنالك الكثير من الأوراق، الكثير من المحاور ستطرق إليه، وتستطيع طبعاً حتى الأصدقاء الذين لا يشاركون بأوراق يستطيعون أن يشاركون بمداخلات، يستطيعون أن يشاركون يعني الأسئلة، يستطيعون أيضاً أن يعارضوا حتى إذا كانت رؤية الباحث، إذا قدر الله إذا كان الباحث لديه رؤية غير صائبة والمناقش لديه. فنحن في هذا المؤتمر نحاول أن نوضح بعض الأسئلة حول كيفية وصيرورة هذا المؤتمر. دكتور شفيع، ملاحظاتك الأخيرة أستاذ الغالي. شكرا لك، لأني حتى أنا متعب ورجعت اليوم نهار كامل في تونس، وفقط ملاحظة أستاذ حسين، لا يمكن أنا يعني حسب رأيي، حسب ما أرى توزيع وتنظيم الجلسات ينقصه شيء مهم، هو النقاش أو التعقيب على المداخلات. يعني هل يمكن إذا كان ممكن في البرنامج أن نضيف وقتا قصير حتى ربع ساعة؟ هو أكيد أكيد أنا أشرت إلى ذلك أستاذي، لازم يكون في نهاية كل ندوة نقاشات، وفي العشر دقائق الأخيرة تكون توصيات لكل ندوة، توصياتها الخاصة، بحيث نستطيع أن نصل إلى التوصيات النهائية. نعم، تقريبا 15 دقيقة للنقاش في كل أو تعقيبات في كل جلسة، لأن هذا التفاعل وهذا النقاش مهم جدا، ولا يكفي أن كل واحد يلقي مداخلة ويذهب. ثانيا أنا أشكر دكتور حسين على المجهود الكبير الذي قدمه إلى حد الآن في استقبال الملخصات والتواصل مع المشاركين، يعني وإعداد الملخصات، يعني جهد كبير، يعني أنا أقدره فيك أستاذ حسين. ثانيا مسألة السرقات والأخذ من نقل عن الأنترنت وغيره، هذه ظاهرة، نعم صحيح أنا أوافقك أستاذ حسين، لكن أريد أن أقول شيئا مهما بصراحة. يعني إذا كانت السرقة العلمية بين ظفرين عيبا كبيرا وربما جريمة حتى، يعني ترقى إلى مستوى الجريمة عموما، فإن السرقة في هذا المقام، مقام الكتابة والمشاركة في ندوة مؤتمر تعلق بالفلسطينية وبالكتابة الفلسطينية وبالقضية الفلسطينية، فهذا أنا أعتبره يعني جرما أو عيبا أخلاقيا كبيرا لا يغتفر. إذن نحن ننزه المشاركين وننزه الأساتذة الكرام من أن يفكروا في أن يأخذوا أو ينقلوا من الأنترنت أو من مصادر أخرى كلاما يعني يدعون أنه كلامهم وعملهم في مؤتمر نحن نريد به أن نكرم وأن نعيد الاعتبار ونعطي الاعتبار للمبدعين الفلسطينيين وللقضية الفلسطينية من خلال تيمة السجن. فرجاء أرجو أن نجد في مثل هذه المساوى أو الأشياء في هذا المؤتمر. أيضا نحن نؤكد على مسألة الاجتهاد، الإضافة أو المقاربات الجديدة، بمعنى أنه إذا كانت موضوع السجن وفي الرواية أو في الشعر أو في غيره موضوعا معروفا وكتب عنه الكثير، فنحن إذا تميزنا في هذا المؤتمر بشيء أو أضفنا شيء فإنه يتمثل في الاجتهاد والتجديد وإعادة القراءة واعتماد مناهج ومقاربات حديثة وجديدة والتناول الموضوع بالجدية والمسؤولية العلمية المطلوبة. إذن هذا هو كله الذي يعطي للمؤتمر قيمة علمية ويجعلنا نقول إننا قد قدمنا وأنجزنا شيئا مهما. ملاحظة أخيرة حول مسألة الانترنت، كما ذكرت أستاذ حميد، الصورة والصوت إلى غير ذلك، يعني نعرف هذه المشاكل التي تعترضنا في تنظيم المؤتمرات الافتراضية.
فهنا فعلا أدعو جميع المشاركين رجاء للحرص، كل الحرص على توفير ظروف جيدة للبث للمشاركة، بمعنى تأمين ربط جيد مع الانترنت رجاء. هذا أبسط شيء، معناه واجب المشارك على الافتراضي أنه يكون عنده تدفق معقول للانترنت، وثانيا أن جودة الصورة والصوت أثناء التدخل، وأيضا إذا كان هناك يعني صوت مغلق يجب أن ينتبه إليه. يعني هذه أشياء يمكن أن تعطل ويمكن أن تفسد نوعا ما تنظيم المؤتمر. يعني فقط أنا أريد، وهنا ما نعرفش ربما تختلفون معي، المؤتمرات هذه الافتراضية عن بعد الصورة والصوت مهم جدا، الصورة والصوت مهم جدا. يعني وبالتالي فأنا أعرف أن أغلب الإخوة خاصة من الجزائر يرفضون التدخل أو المداخلة بالكاميرا ويستعملون الصوت فقط، لأن طبعا هذه حريتهم لهم ذلك، نحن لا نفرض عليهم شيئا، ولكن راجع أن إذا كان من الممكن استعمال الكاميرا فهذا أفضل، فهذا أفضل للمؤتمر، لأن المتابعين والمشاهدين، أنت ستبث الملتقى المؤتمر مباشرة أستاذ حميد هكا ولا على جميع؟ نحن الآن نبث مباشرة الآن في بث، أنا في الدول بث مباشرة على جميع على مواقعنا المعروفة، يعني نعم صفحاتنا الخاصة، وكذلك سيبث على العديد العشرات إن المئات من الصفحات، أنا أعرف هذا. وموضوع كذا يهمنا جميعا، إذن من أجل أن نعطي قيمة أكثر للتقنية يعني شكلا، نحرص على استعمال الكاميرا وتكون إضاءة جيدة والصوت جيد إلى غير ذلك، إلا إذا تعذر ذلك على المشارك له أن يستعمل الصوت فقط. مع الشكر ورجاء شكرا بالتوفيق. شكرا جزيلا. ربما أستاذ العزيز أنت أشرت إلى أيضا مسألة جمالية، إنه يعني أنا مثلا الآن تظهر لي بعض الأسماء، يعني الدكتور خطوي، الدكتور ناجي، ليندا، نور الهدى، أصالة القوني. ربما يعني يستطيع الإنسان إذا ما لم يستطيع أن يخفي صورته لأسباب يعني معينة، لكن مثلا معنا يضع صورة، أن يضع صورة معنا مثلا الأستاذة عائشة بن نور من الجزائر، على الأقل الصورة والاسم نعم. مكتوب بشكل صحيح نعم. فلان الفلاني، بحيث نستطيع أيضا أن نقبل الشخص، لأنه أحيانا للأسف الشديد يعني يعطينا واحد اسمه مارسيل، أنا نعم. أقول هذا هاكرز هذا، ولا يعطينا واحد اسمه سامسونج، نعم يعطينا واحد يعني على هذا اسمه ما اسمه مش عارف إيش، أنا سامسونج مش مدريني من سامسونج، فأنا لا أضطر أن أقبل هذا الشخص باعتبار إنه هاي مسائل فنية بسيطة جدا. يعني ممكن الشخص أن يضع اسمه ويضع مثلا صورة له، إذا لا يستطيع أن يظهر بصورته أو يحاول أو يخفي صورته، أو ربما أحيانا كما أشرت أستاذ العزيزة دكتور شفيع، أحيانا لدينا يعني خيارين، يا يكون الصوت جيد وما في صورة، يا يكون في صورة والصوت رديء، فإحنا نفضل أن يكون الصوت جيد الصوت أهم نعم. ويكون على الأقل يكون يعني بدل أن يكون فقط اسمه وأسود وكذا نعم. أن تكون صورة، أن يكون نعم. هنالك شعار، منظر طبيعي، منظر من البلد، علم الدولة، يعني ربما هذه الأشياء. يا حبيبي ما نعرف نخلي صورة، كيف نخلي صورة؟ يا حبيبي اسأل اسأل يا صديقي. والله بجد ما أعرف كيف. يا حبيبي والله هسه ما أقدر أوضح لك، اسأل شوف أصدقائك يعني شلون عبارة، اسأل على البروفيل، على الجوجل، على اليوتيوب، هناك كل شيء يوضح على اليوتيوب. اي نعم استاذي، استاذ عباس، استاذ عباس عجاج من بغداد حبيبنا وصديقنا، وطبعا العراق ايضا مصاب بمشكله النت. طبعا احنا الان بدنا نختم، يعني اذا كان هنالك سؤال معين، اذا كان احد الاصدقاء يود ان يعطي ملاحظه سريعه، سؤال اخر، يعني ربما هذه المؤتمر يعني احنا لسنا داخلين في نقاش حول الموضوع، لأن نحن فقط حول سيرورة هذا المؤتمر، حول بعض الأسئلة التي ربما لدى بعض الأصدقاء حول هذا المؤتمر، أشياء تقنية، أشياء أخرى. وطبعا ما يزال الله يعينك يا دكتور حسين
على الواتساب اللي قاعد شغال ليل بالنهار. ما في مشكلة مسكينة الدكتور حسين يعني 200 ما في مشكلة يعني ما في مشكلة إن شاء الله بإذن الله تعالى الأمور. ربي يقويك والله دكتور حسين، وأكيد بالخاص يعني إذا كان على العام 100 يعني بالخاص 200. الله يبارك يا سيد، ما في مشكلة والله. يعني عندك أنت وزارة الداخلية جيدة يعني، ما في مشكلة ما في مشكلة. لا لا يعني أحيانا هو مشاكل أيضا. لا إذن أستاذ العزيز، هل إذا كان في ملاحظة من أحد الأصدقاء ما لم نذهب إلى كلمة أخيرة دكتور حسين، بعطيك دقيقة واحدة، دكتور شفيع دقيقة وننهي هذا اللقاء إذا كان في سؤال معين. أستاذ إبراهيم، دكتور إبراهيم هل لديك سؤال؟ أنت رافع يدك بس مش عارف. دكتور محمد لديك شيء ملاحظة شيء سؤال؟ دكتور محمد الصوت، إذا كان لديك شيء تود أن تقوله. لا لا، بالنسبة لي أنا أكتفي بالاستماع، وإن شاء الله في اللقاءات القادمة أكون جاهز أو مستمع أعرف مسبقا ما الذي يدور، وممكن أناقش وأطرح رأيي أو ملاحظات. إذن أذهب إلى شكرا جزيلا. هو هذا اللقاء كما قلت نحن نوضح مؤتمر صحفي، نوضح بعض الأشياء حول سيرورة هذا المؤتمر الذي سينطلق إن شاء الله يعني قريبا من 6 يعني من 18 إلى 20 في شهر يناير. لدينا حوالي تقريبا 6 جلسات. دكتور حسين كلمة أخيرة. كلمة أخيرة هي الشكر الجزيل للذين زملائنا الذين قاموا بهذا العمل الحقيقة، العمل الذي يؤكد دائما على أننا نحو الإبداع ونحو الثقافة، وإحنا اليوم في عالم الثقافة فيه والإبداع هو أهم وسيلة للحرب في مواجهة الأعداء. هذه قضية مهمة جداً، وأنه الكتابة هي حياة بكل معنى الكلمة، وأن عدم الكتابة هو الموت. لذلك يعني أعتقد أننا سنقوم ونقدم مؤتمرا ناجحا بإذن الله تعالى، وبالتوفيق والسداد لنا جميعا، وكلنا شاركنا مشاركة فاعلة وأساسية، وربما أنا من أقلكم مشاركة لأني أنا أيضا أنتمي إلى فلسطين وأنتمي، وهذا واجبي، وأنتم الذين تتكفلون بكل هذه المهمات يعني تؤدون قيمة أعظم بكثير مما أقوم به. وشكرا جزيلا. شكرا جزيلا دكتور حسين، يعني وجه إبداعي إنساني رائع جدا. نحن لنا الشرف الكبير أن يكون معنا متعاونا في المنتدى العربي الأوروبي للسينما المسرح، كذلك الدكتور شفيع بالزين يعني من الأوجه الثقافية البديعة. يعني هذه شخصية أيضا دكتور شفيع يعني أشوفه أنا عنده الصباح أمسية الظهر أمسية، أقول والله لا يقويك يا عمي يعني وربنا رزقك بوزارة الداخلية حلوة جدا، يعني سايباك على الحبل الجرار. بس بدي بس فقط بدي هناك أيضا يعني ملاح أو هناك يعني فقط نقول نحن هذا هو مؤتمر إبداعي، لا يتبع سلطة، لا يتبع حكومة، لا يتبع وزارة، لا يتبع حتى جمعية، لا يتبع حتى والله شخصية لم تعطي حتى 1 سنتيم في هذا المؤتمر، يعني ما بذلوه الأصدقاء الأعزاء يعني لا يساوى والله لا يساوى بآلاف ولا يعني إذا كان هنالك حق وإذا كان هنالك يعني لدينا ميزانية، فيعني كل واحد من هؤلاء الأصدقاء الذين اشتغلوا في هذا المؤتمر يستحق ما لا يقل عن 10,000 $20,000 لما بذله من الجهد الوقت، وهذا كله طبعا يعني ما يبذل في هذا المؤتمر ليس مجانا، يعني ليس معنى ان يعني يقول لك والله واحد مؤتمر سفر يعني ما يساوي حاجه، لا، ولكن هذا الوقت الكبير، هذا الجهد الكبير، وهذا ايضا يعني الاحساس الكبير. يعني هناك بعض الاصدقاء كثيرين الاسئله كثيرين الالحاح يعني، ولكن هنالك طبعا صبر جدا من الأصدقاء الأعزاء القائمين على المؤتمر، دكتور شفيع من جانب والدكتور أيضا حسين من جانب، فشكرا لكم جزيلا. دكتور شفيع كلمة أخيرة ننهي هذا اللقاء. طيب شكرا لك أستاذ حميد، أيضا شكرا لك أيضا موصول لما تبذله من التنسيق ومن إعداد تقني وغيره. أريد أن أقول هذا الدكتور حسين أيضا هذا واجبنا، يعني لا شكر على واجب، يعني لا يجب أن نشكر على واجب، هذا واجبنا نحن
يعني في مجال نشتغل في مجال البحث وفي مجال الثقافة وفي مجال، يعني إذا لم نقدم شيء بسيط كهذه وأن نعرف بالإبداع الفلسطيني وبالمعاناة الفلسطينية من خلال الكتابة، فما هو دورنا إذن؟ يعني في الواقع بالعكس، يعني هذا يشرفنا وهذا يجعلنا نشعر بأننا جزء من هذا من هذه القضية، من هذه المأساة. ثانيا أنا أريد أن أدعو مرة أخرى جميع الإخوة المشاركين إلى أن الخدمة التي تقدمونها لهذا المؤتمر ودوركم كبير جدا في إنجاح المؤتمر عندما تقدمون أولا أعمالا جيدة وفيها إضافات وفيها اجتهادات، احتراما لهذا المؤتمر أولا واحتراما للكتاب الفلسطينيين، وثانيا من خلال حسن إعداد أو الاستعداد التقني، بمعنى توفير الظروف الملائمة الجيدة لكي تكون المشاركة على أحسن وجه وأن لا يكون فيها مشكل في الصوت أو في الصورة أو في الإنترنت أو تقطع في الإنترنت أو غيره. ومن لا يعرف شيئا عن استعمال تقنيات الزوم وإلى ذلك، يعني على اليوتيوب يجد كل شيء مشروح. وبالتالي كما قال الأستاذ حميد، نحن على الأقل نطلب منكم إن لم يعني يتسنى لكم استعمال الكاميرا، على الأقل وضع الصورة، صورة المشارك على الشاشة، على شاشته، واسمه بالكامل، اسمه بالكامل، وحتى يعرف أيضا الأستاذ حميد من المشارك، وحتى يكون المشاهد المتابع المتفرج يعرف هذا المتكلم من هو. لأن أصلاً غياب الصورة كما تعرف والكاميرا أستاذ حميد يجعل الشاشة مظلمة سوداء، وعلى فيسبوك لا يظهر، لا يظهر على يظهر شيء. البث المباشر لا يظهر. نعم، وهذا على اليوتيوب ممكن يظهر الاسم، ولكن البث المباشر نعم. يعني هو يسبب مسألة يسمع عبارة صوت إرباك فقط. يسمع صوت فقط إيه نعم، يسبب إرباك للمتلقي، يسمع بالضبط. المتلقي يعني فلان فلاني ويرى حميد العقبي، يقول شنو حميد العقبي ساكت وبعد يحكي بدله يعني. وهذا لا يشجع المتفرج والمشاهد على المتابعة، لأنه من غير صورة ومن غير كاميرا ومن غير كذا لا يشجعه كثيرا على الاستماع والمتابعة. ثم إن التواصل بين الباث والمتقبل عندما تكون هناك الصورة والكاميرا يكون أسهل، أما أن يستمع إلى الصوت فقط فهذا أصعب. ولا أعرف، ثم سؤال ما زلت أطرحه إلى اليوم في عصرنا هذا، ما زال الأساتذة يرفضون استعمال الكاميرا، هل هذا معقول؟ يعني هو فعلا أن يكون دكتورة أو أن تكون دكتورة، أنت طالبة في تدرس في الجامعة، يعني طالبة في الدكتوراه وستقعدين يعني تذهبين إلى قاعة معينة فيها 50-60-70 طالب، فإحنا عبارة عن 10 أو 15 شخص يعني ما رح نأكلك، وعبارة يستطيع الشخص. إحنا طبعا يعني ليس لدينا أي يعني ليس لدينا أي شروط، يعني ممكن الشخصية أن تكون محجبة، ممكن أن تكون نعم. غير محجبة نعم. يعني هذه حرية شخصية نحترمها ونقدرها. الديكور فقط يكون يعني كما هو يعني موجود، يعني ترون يعني إنه شيء مقبول جدا وبسيط. وإن شاء الله دكتور هل لديك إضافة؟ أستاذ حميد حبيبي، أريد أن أقدم اعتذار عن عدم حضور زميلنا الأستاذ إبراهيم كلوب، لأنه عمل عملية جراحية وعنده الصوت ما يمكنه في مرحلة نقاهة الآن. السلامات إن شاء الله، سلامته. تسلم يا سيدي، بلغ لنا تحياته، وإحنا نستطيع الآن أن ننهي هذا المؤتمر. في شيء يمكن أن يقال ننهي المؤتمر؟ لا فيش. ممكن أنا أقول بس جملة واحدة، كان عندنا أستاذي دكتور محمد لك يا عمي في الأستاذ الأديب الياباني الكبير عبد الله البردوني، الله يرحمه، اسمه عبد الله البردوني،
فدائما كنا نناديه البرادوني، حتى الآن البرادوني كان يقول البرادوني، هذا اسم أديب في إيطاليا، أنا من البردون، اسمي البردوني. ولذلك لصعوبة القراءة العربية لأننا نحتاج إلى حركة، أنا الآن سمعت اسم الأستاذ حميد، دكتور حميد، يعني يقول أنا حميد عقبي ونحن نقول عقبي أو من خلال القراءة، فلذلك يجب أن نحفظ الاسم كما هو، لأن دائما يحدث هذا اللبس بسبب الخلاف بين المنطوق والمكتوب. صح، حميد عقبي طبعا، في عقبي. حميد عقبي وفي حميد عقيدي، صحيح، هذه أسماء مختلفة. إيه، فأنا الآن سمعتك تقول عقبي. عقبي، نعم، لذلك سنناديك بما سمتك به أمك. حبيبي حبيبي روحي، حتى احنا في فلسطين معانا ديرة كاملة اسمها بني العقبي او بني عقبي، موجودة في فلسطين. وكان والله احدى الصديقات تواصلت معي قالت احنا قبيلة كاملة في فلسطين في الجزائر، يعني في شاعر كبير جدا وكاتب واديب ومن اولياء الله الصالحين ايضا، يعني اسمها عقبي ايضا، وموجودين ما شاء الله تبارك الله. وحتى في انحاء اليمن موجود القاتل جميل والرائع جدا في الصناعة اسمه القاتل العقبي، يعني عليك يعني كلنا خرجنا من اليمن حبيبي. احنا شكرا جزيلا لكل من حضر، شكرا جزيلا لكم الاصدقاء الاعزاء، نتمنى ان الاحبه الذين لم يستطيعوا ان يتابعوا ويكونوا معنا في هذا المؤتمر على الاقل ان يشاهدوا هذه الاسئله او بعض هذه الملاحظات، ونحن سنحاول أن ننشر هذا الفيديو في أكثر من مكان، نحاول أن نعيد نشره أيضا على مجموعة الواتساب، وسنعيد ذكر ومع ذكر بالجهات المنظمة للمؤتمر. نعم، شكرا جزيلا أستاذ العزيز، طبعا الملتقى الثقافي العربي في تونس الأستاذ العزيز الدكتور شفيع الزين، وطبعا أيضا الاتحاد العالمي للعلماء العرب في سويسرا، طبعا أستاذنا العزيز الكبير الدكتور حسين مراسرة، ومعكم أخوكم الصغير حميد عقبي، المنتدى العربي الأوروبي للسينما والمصنع من باريس. شكرا لكم، وإحنا طبعا لقاءنا الأول بيكون إن شاء الله بيكون الساعة الواحدة حتى نتذكر، الواحدة بيوم 18 الواحدة بتوقيت باريس، بتكون طبعا الواحدة بتوقيت باريس وتونس والجزائر، بتكون الثانية بتوقيت القاهرة، الثالثة بتوقيت بغداد ومكة المكرمة وصنعاء، يعني هذه أول الندوة. وطبعا إحنا طبعا في الندوة الأولى أو في الجلسة الأولى بتكون هناك في حدود 10 إلى 15 دقيقة افتتاحية، عبارة كلمات بسيطة افتتاحية للمنظمين الدكتور حسين الدكتور إبراهيم وأيضا الدكتور شفيع. شكرا جزيلا على هذه الإطلالة الرائعة، وأخذنا من وقتكم الكثير، نتمنى إن شاء الله نلتقي إحنا يوم الأربعاء غدا، لمن يحب أن يكون معنا مع الدكتور محمد مرقطة، تحياتي ومحبتي، كان معكم من باريس. على خير، محبتي، ميرسي ميرسي، عفوا، ماني.